بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أعزائي المشاهدين، أصدقائي الأوفياء المخلصين، السيدات والسادة في مصرنا الحبيبة والوطن العربي وجميع دول العالم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفكر جديد وملف جديد وأحلام وأمنيات سعيدة مع برنامجكم كلام سليم. هنفتح الملفات، أيوة هنفتح الملفات، وهنسمع الصرخات، وهنحاسب المقصرين من المسؤولين، وهنرجع حق المظلومين، وهنطيح بالفاسدين. معانا النهاردة ملف الإسكان والتنمية المحلية، وده يعني من أكبر الملفات، لأنه في جعبته قوانين وقرارات جسيمة. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيوفي الكرام، معالي النائب المحترم الخلوق معتز بك محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان سابقا وعضو اللجنة حاليا ونائب رئيس حزب الحرية. شرفتنا يا فندم. أهلا دكتور. شرفتنا. معالي اللواء الأسبق، معالي المستشار القانوني والخبير الاقتصادي عبد العليم عبد المحسن، بيك شرفتنا يا فندم. أهلا وسهلا بيك. موضوع حلقتنا النهاردة عاوزين نتكلم عن مشاكل كثيرة قوي، بس خلينا في البداية في مشكلة الإسكان. يعني شهدت هذه الفترة القصيرة قرارات سريعة وقوانين مجحفة، عاوزين نشوف دور النواب اللي هم بيمثلوا الشعب وبيتكلموا عن الشعب في هذه القوانين، قانون التصالح وقانون وقف تراخيص البناء. تفضل معلي. قانون مفيش قانون طلع بوقف تراخيص البناء، ده قرار من الوزير مش من المجلس، ده من وزير التنمية المحلية بينفذه المحافظين، وده قرار مؤقت فليس للمجلس أي علاقة فيه، دي نمرة واحد. أما بالنسبة لقانون التصالح، طيب مش المفروض إن المجلس لما يكون في قرار خاطئ المجلس بيتبنى هذا الكلام؟ لا، ما هو في أي قرار في الدنيا ليه إيجابيات وليه سلبيات، تمام، فلكات إيجابياته أكتر من سلبياته فيبقى قرار سليم. إحنا حضرتك عشان بسم الله الرحمن الرحيم الأول عشان نوضح الأمور، سبب صدور هذا القرار نمرة واحد هي مخالفات البناء والتعدي على أملاك وأراضي الدولة، ده السبب الرئيسي إن القرار ده صدر. طيب عليك، مين إمكانيات مخالفات البناء؟ إمكانيات الدولة، إمكانيات الدولة في الفترة اللي فاتت أثبتت إن القوانين الحالية وإمكانيات الدولة فشلت في وقف المخالفات ووقف العشوائيات. ليه حضرتك؟ اتفضل. احنا لازم عشان مشكلة، عشان تحل اي مشكلة انت عامل زي الدكتور، اذا شخصت غلط هتاخد قرار غلط، اذا شخصت صح هتاخد قرار صح. صح، اول حاجة لازم نشوف ليه الناس بتخالف، ده اول سؤال الدولة تمام. واحنا نسأله لنفسنا، هل المخالفات دي إيه اجبر الناس على المخالفة؟ ما اكيد في اجبار على المخالفة. انا النهارده ببني مخالف لان انا ما عنديش سكن، ليه عاوز اسكن؟ الدولة مش موفرة لذلك. في حضرتك حاجتين احنا ابتدينا نشتغل عليهم الفترة اللي فاتت. اتفضل. اول حاجة اسباب المخالفات، في اسباب تقع على عاتق الدولة واسباب تقع على عاتق المواطن نفسه، وهنفند الاسباب كالاتي. وما فيش اسباب تقع على سياده النائب. الاسباب مش كده، النائب ده هو اللي بيقول عن الشعب، يبقى ينوب النائب ينوب عن الشعب في حاله الناحيه التشريعيه، مش كده؟ بقول لحضرتك انا دوري ان انا محامي عن الشعب. نعم. واما الدوله تخطئ ان انا احاسبها، واما تخطئش خلاص ابقى معاها. فعشان كده بقول لحضرتك اسباب، في اسباب على الدوله واسباب على المواطن. طيب اول حاجه حضرتك، ايه المواطن بيلجا او الاسباب اللي على الدوله؟ في حاجة في أي دولة في العالم، في حاجة اسمها مخطط استراتيجي. نعم. في حاجة اسمها مخطط تفصيلي. نعم. مخطط استراتيجي ده بيتعمل على مستوى الجمهورية وعلى مستوى نعم. المحافظات. تمام. بعد كده تاخد المحافظة تتعمل بيه مخطط تفصيلي. يعني ايه مخطط تفصيلي؟
زي حضرتك المدن الجديده اللي انت شايفها، زي بص الجديده، زي الزمالك، تمام، زي المهندسين. كان بتيجي شركه بتعمل تطوير، بتعمل الشوارع، بتعمل انفراستراكشر، بتعمل كل حاجه، وتدي حاجه اسمها بقى مخطط تفصيلي يحدد الارتفاع، يقول لك المنطقه دي هو عباره عن ارضي واول فيلل وارضي وثلاثه عمارات. طب هل يا فندم اللي حصل بقى ايه حضرتك؟ المشكله اللي حصلت ايه؟ ان قانون البناء الموحد، اللي هو قانون البناء الموحد بتاع 119، في ثغره ضخمه جدا ادت الى المخالفات اللي احنا فيها. انا عارف بين مخالفات البناء وبين عشوائيات، انا بتكلم حضرتك في ملف المخالفات دلوقتي. ايه الثغره دي؟ انت من حقك انك تبني مره ونص عرض الشارع، تمام، الكلام ده القانون بيقول كده، تمام. فيجي المحافظ حضرتك يقول لك والله انت عندك فيلا، تمام، الشارع عندك واسع، ليك بحد اقصى ارتفاع 36 متر، فالناس تهد الفلل وتبني الايه؟ تروح بني عمارات. طيب ممكن يكون الدافع لذلك القانون ده الاستثمار. لا وده خطا. ليه بقى خطا حضرتك؟ مفيش دوله في العالم، وانا بقولها على الهوا، بتغير المخطط التفصيلي. ليه؟ يعني ايه مخطط تفصيلي؟ انا صممت مصر الجديده او مدينه نصر. طب ما عليك المسؤولين، حاجة. المسؤولين فين؟ يعني رؤساء المجالس المحليه. لا ما انت القانون فيه كانوا فين؟ يا فندم لا، دي واحده، انا عايز اوضح ايه السبب. بص يا دكتور محمود، يعني انت سبت لي لما انا السبب أهد. لا مش تهد وابني عمارات وبعد كده عاوز تيجي تزلني تاني. لا دي واحده، انا عايز افرق بين حاجتين يا دكتور محمود. اتفضل. ما بين مخالفه البناء، نعم، تمام، وبين ان الراجل مخالف البناء. يعني ايه؟ انت المفروض باني ادوار زياده، تمام، في واحد بقى معهوش ورق اساسا، ده ما طلعش رخصه من بابه، يعني ما هو دفع فلوس، تمام. لا ما طلعش رخصه من بابه. انت برضه عشان تبقى حضرتك عارف، اتفضل، في 50% من الثروه العقاريه بتاع مصر بدون ورق، تمام، انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ تمام. لازم حضرتك الامور دي عشان تتحل لازم تتحل، نشوف ايه السبب ونبتدي نحل. فانا بشرح لك الاسباب، ايه اللي على الحكومه وايه اللي على المواطن. تمام. يعني ايه عدم تغيير المخطط التفصيلي؟ حضرتك لو تلاحظ مصر الجديده، المهندسين، الدقي، المعادي، تمام، كان كل سنه تلاقي الشارع يتسفلت، ثاني سنه يتكسر، تمام. ليه؟ لانك انت خالفت المخطط التفصيلي وابتديت تعلي، فبقت الشبكات اللي موجوده والطرق ممكن نقول يا معالي النائب ان يعني كان يعني التسفيل مش مناسب واتلف. لا وده بيتعمل يعني بفعل فاعل بالنسبه للميزانيه والمجالس المحليه والمحافظه بفعل فاعل. يا دكتور محمود، انت صممت حي انه يشيل 400,000 نسمه، صممت له ايه؟ ميه، صف صحي، تمام، نجاري، غاز. الحي ده غيرت المخطط التفصيلي، والناس بدل الفيلا الواحده واربعه طلعت ب 20 دور و15 دور، يبقى حصل ايه؟ زودت الكثافه السكانيه، يبقى الشبكه اللي عندك دي مش هتستحمل. فيحصل ايه حضرتك؟ ان تيجي نقصف الشوارع، تمام، وازود الصف الصحي وازود الميه عشان اشوف اللي حصل ده. يبقى اساس المشكله دي احنا عندنا الصحه واسعه. طب معلش، ما كانش احنا ممكن نتلاشى ذلك ازاي بقى حضرتك ونعمل كل حاجه يعني على اعلى مستوى؟ يا دكتور محمد، عشان مش لازما يعني مثلا انا احتياجاتي ان اكل لقمه يبقى قدامي اللقمه واحده، ليه ما بيبقاش قدامي ثلاثه واربعه وخمسه واكل الاكل؟ يا دكتور محمد، مش الكلام حضرتك، اساس المشكله ان عدم جواز تعديل المخطط التفصيلي تحت اي بند. يعني حاجه كانت متسفه في اي دوله في العالم، اي دوله، تمام، من ايام نابليون، شارع الشانزليزيه زي ما هو. ليه ما جاش قال لك زود لي مره ونص عرض الشارع؟ واخد بال حضرتك؟ والمشكله بقى مش في كده بقى، اللي بيخلي المواطن يخالف ايه؟ ان يجي مثلا مسؤول تنفيذي يوافق على مره ونص، يجي محافظ بعديه يقول لك لا ده انا هلتزم بالمخطط التفصيلي. فانت تبقى قاعد في العفلة ارضي واربعه واللي جنبك 11 دور واخد رخصه، وانت هتتجنن، فتضطر تعمل ايه؟ تقول اشمعنى تقوم مخالف؟ تعمل ازاي؟ تقوم يبقى مخالف. اساس المشكله يبقى اللي سبب عن ذلك المسؤول في البدايه اهو. لا يبقى المسؤول السبب عن ذلك مش المسؤول، القانون. ما عليك، قلت كان في محافظ سابق كان عامل كذا، جه بعد كده محافظ بعد منه صرح بكذا، يبقى لا معلش القانون بيديله الحق ده. القانون هو اللي فيه العيب، عشان كده بقول لحضرتك يبقى القانون هو اللي بيجبر الناس على المخالفه. لابد حضرتك من تعديل قانون البناء الموحد وعدم يعني تعديل. يعني معاليك كده بتقولها صريحه ان القانون هو اللي بيجبر المواطن على المخالفه. لا، اللي بيدي المسؤول فرصه انه بالقانون يدي تصريح انه يخالف، تمام تمام. فعشان كده بقول لحضرتك ان لابد من المخطط التفصيلي لا يتم تعديله الا بقرار جمهوري. يعني انا صممت منطقه ان تستوعب شبكات معينه وادوا اربعه، ما ينفعش اغيرها خالص، تمام. ليه؟ انا عندي حاجه الصحه واسعه،
والدليل على كده حضرتك اتفضل. في معظم المدن الجديده او الاماكن اللي بتعملها الحكومه في الاول تمام. ما عندكش مشكله في الصرف الصحي ولا الميه. ليه؟ لان هي مصممه وتتعمل. لكن اللي بيحصل في مصر ممكن نقول عشان الاماكن دي تابعه للحكومه والحكومه اللي بتشرف عليها. أيوة. ممكن نقول كده. أيوة. أيوة. فعشان كده يعني بتعمل كل حاجه صح فيها. لكن المشكله في ايه بقى حضرتك اللي عايز اقولها او خطا الحكومه في ايه؟ اتفضل. احنا حضرتك لما اجي اقول المخطط التفصيلي ده احنا ابتدينا نشتغل فيه في اواخر الثمانينات، ابتدينا نفعله في التسعينات. تمام. فكانت العشوائيه كلها سبقت كل الليله دي. تمام. قبل كده الكومنت ما كانش ليه وجود. تمام. طب عليك النهارده فاللي حصل ايه بقى الكم دي؟ بص يا فندم، الازالات واهدار المال. بص يا فندم، ما كانش من الاولى لا 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 ان الدوله لو في حتى واحد باني على املاك الدوله، يعني زي العماره بتاع سوهاج، البرج بتاع سوهاج اللي متكلف اكتر من 35 مليون جنيه دي بقى حضرتك عشان مخالف ازيله؟ بص يا فندم، ليه الدوله ما كانتش خدته وانتفعت بيه وعوضته؟ اقول لحضرتك حتى ولو بنص الثمن. بص يا فندم، لكن انزله على الارض؟ لا لا لا، انا عايز يبقى انا كده عملت خساره من ناحيتين. لا, 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 لا الدوله استفادت. لا بص، ولا المواطن استفاد. عايز اوضح حاجه مهمه جدا جدا. لا يمكن في اي دوله محترمه تسمح بالبلطجه بالبناء بدون ترخيص. ده هيؤدي الى طيب ما عليك، مين المسؤول تمام في البدايه؟ تمام. اذا هنا المسؤول في البدايه لا لازم الرخ يتحاسب. بص حضرتك، يعني زي المسؤول ما إيه عليك بس اسمحك، زي المواطن ما تحاسب وتغرم وتهدله وبيته خرب، يبقى رخى برضك المسؤول في الفتره دي اللي بنى فيها واتزالت من رئيس مجلس محلي المدينه بتاعته او القريه بتاعته لمدير مديريات الزراعه والجمعيه الزراعيه، رخرين يتسالوا في هذا الموضوع لان هم اللي تسببوا في ذلك. انا عايز افرق بين حاجتين حضرتك، بين واحد باني على ارض زراعيه وده القانون بيجرمها وبيعمل ازاله، وبين حضرتك هل انا دلوقتي حاجه بيحصل ايه عشان تبقى فاهم؟ اتفضل. انا دلوقتي ببني مخالف. تمام. طبقا للقانون الحالي الحكومه تعمل ايه؟ تطلع لك ازاله يجي ينفذ. ده معاليك الاغرب من كده يكسر لك ازاله، يكسر لك عمودين. تاني يوم انت بتبني. تمام. الدوله تعمل ايه؟ فعشان كده قلنا طب تقول ايه معاليك يا فندم؟ قلنا حضرتك ايه؟ المحكمه حكمت بوقف الازاله. اه. وبالرغم من ذلك المجلس المحلي بيزيل. ليه؟ علشان لا ده حصل واكتر من واقعه في ذلك. لا يا حضرتك اكتر من واقعه معاليك في ذلك. احنا المفروض بص يا فندم عشان في خصومه او كان بيدفع يعني فلوس ما وبطلها لانه خلاص خد قرار من المحكمه يا دكتور بوقف الازاله. يا دكتور فالموضوع احنا في بلد فيها قانون وفيها دستور لا يحكم على الغاب. نعم. انا بقولها على هوا اهو، لو واحد معاه حكم محكمه بوقف الازاله تمام يقدم شكوى لمجلس النواب، واحنا نتبنى هذا القانون لان لا تستطيع اي جهه تنفيذ ضد رغبه المحكمه. يعني حضرتك انا بقول على الهوا اهو، لو حد معاه قرار وقف ازاله وان حضرتك سياده النائب بيقول لكم اهو الحكومه جت زالت. ايوه تمام. وقف ازاله بحكم قضائي. ما هو بحكم قضائي، ما هو الوقف بحكم ايه؟ حكم قضائي واضح وبات يعني نهائي مش تحت ال يعمل ايه المواطن؟ يقدم شكوى طبعا يا فندم. هو حضرتك انا يعني واحنا حضرتك دوله مش بنحترم القانون. طيب. بنحترم الدستور. هل القانون أستسمح. هل الجهه التنفيذيه تقدر تخالف القانون؟ انا ما طيب استسمح معاليك معانا مكالمه هاتفيه الحاج اسماعيل ابو سليم صاحب مجموعه شركات ابو سليم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ازيك يا حاج اسماعيل؟ اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج اسماعيل. الله يخليك. والله انا عاوز اتكلم في موضوع الازالات اللي نازله دي بتنزل من غير ما فيش تنسيق بين المؤسسات وبين الهيئات. بتفاجئ تلاقي واحد جاي له ازاله وهو عامل مصالحه، واحد جاي له النهارده الصبح ناس جايه لنا في البيت بتستنجد بينا تقول لك تعالوا عشان موضوع المركز واخدهم عشان تنفيذ احكام. طب هم الناس عاملين مصالحه. والحاجات القانون الاسكان ده لازم يكون ناس ما تحكمش الناس باثر رجعي، وعندنا مشاكل كثيره جدا في برضه في الموضوع بتاع الازالات ديت كبير جدا. الكرة بيعانوا معاناه شديده جدا لان الناس اللي بتنفذ القانون. اسماعيل بيه، انا سؤالي واضح لحضرتك، هل حضرتك معاك ما يثبت انك عامل مصالحه مع الجهه الاداريه وجت زالت؟ مش انا اللي بتكلمش، انا بقول لك انا عموما لا انا بتكلم حد جينا من الكرة. بص يا فندم، قلنا اللي في من القريه انا بقولها على الهوا اهو. اي حد واخد حكم قضائي او عامل مصالحه
رسميه مع الدوله لا يمكن يتعمل ازاله. اي حد عمل تصالح مع الدوله تمام او مع طب لو جم زالوا عليك ما يقدرش ولو... يا فندم يعني. يا فندم هاتي هاتي دليل هاتي مستند اقول لك على مستند انا كنت في حلقه من الحلقات في قناه الحدث وكان معايا النائب عصام ادريس وكان نفس الشكوى وصاحب الشكوى كان موجود من الشرقيه وخد وقف قضائي يا فندم وجم برضك بتوع المحليات وزالوا له ما يقدرش انا بقول حاجه بس قولا واحدا لا يستطيع بس في الواقع اللي بينافي الجانب طب هقول لحضرتك حاجه ليه المواطن ده ما لجاش الى مجلس النواب وما لجاش للجهات القضائيه لانه ضعيف ده مجلس النواب واحد غلبان مسكين لا يعرف طب انا بقول لسيادتك على الهوا اهو يا فندم بقول لسيادتك على الهوا اي حد يا معاه يا حاج اسماعيل اسمع من معالي النائب اسمع اي حد معاه قرار مصالحه عشان ده كلام احنا هنحتاجه بعدين يا فندم قرار مصالحه او حكم قضائي بوقف الازاله ومع حق في هذا الكلام يجيبه لي وانا متاكد ان الدوله مش هتقوم بالازاله خلي بالك لو معاليك لو المكالمات فتحناها احنا مش هنتكلم كلمه هتلاقي اكثر من مليون واحد بص يا فندم انا مش عايز مكالمات مع وقف وقف ازاله يا دكتورنا العزيز انا مش عايز فندم انا مش عايز مكالمات انا عايز مستندات ما كلام كتير حضرتك ابعت لي مستندات بتقول فيها انك عامل مصالحه تمام وان ما لكش مشاكل الحكومه زي في الحاله دي دوري كنائب بقى تمام هجيب لك حقك من الحكومه لكن انت معاكش حضرتك ولا مصالحه ولا معاك ما بتدوت حكم محكمه والحكومه زالت اقول الحكومه ايه ما تنفذش القانون طب هل معليك يعني احنا ما جيناش ننفذ القوانين بالازالات او التصالح الا في الفتره اللي بتمر بيها البلد يعني فترة أول حاجة وقف حال ومرض منتشر يعني الناس مش عارفة تاكل مش عشان تدفع فلوس المصالحة ما احنا برضك عاوزين نكون يعني لسان الشعب هقول لحضرتك في حاجتين الناس كانت بتلجأ للمخالفات لأن دخل المواطن لا يتناسب مع إيجار الوحدة المرخصة شكرا يا حاج إسماعيل على المداخلة بتاعتك الجميلة المواطن قبل كده كان بيلجأ للمخالفة ليه؟ لأن سعر الوحدة المخالفة أقل بكثير من سعر الوحدة غير المخالفة تمام؟ فكان المواطن بيلجأ لكده ليه؟ لأنه دخله ما يتناسبش إنه يجيب وحدة مرخصة. طيب الحكومة عملت إيه حضرتك؟ قالت لك هعمل إسكان اجتماعي مليون وحدة سكنية. تمام وعليه الإسكان الاجتماعي خلص في نص مليون وحدة. تمام فكان الأول ليه حق إن المواطن يخالف لأنه مش لاقي بديل. تمام طب الحكومة عملت لك بديل تخالف تاني ليه؟ دي نمرة واحد. اتنين كان ما ممكن يا فندم يكون الحكومه عملت البديل ولكن الاسعار غاليه لا. لا. يعني الشقه النهارده اللي عامله مليون فين الراجل فقير 284000 يا فندم على 20 سنه ده الاسكان الاجتماعي مين قال مليون شقه الاسكان الاجتماعي بقول على هوا انا بتكلم على المنطقه الجديده ادي منطقه جديده يا فندم بتكلم بص يا فندم في حاجتين احنا برضه لازم نوضح الامور للناس احنا والدوله بتبذل اقصى مجهود لحل مشاكل متقدمه قديمه بمعنى حضرتك هل تعلم حضرتك ان احنا صندوق العشوائيات انا عندي في مصر 86 منطقه غير امنه في العشوائيات والبيوت بتقع على الناس وهل تعلم ان دول 800000 اسره وهل تعلم ان الدوله نفذت 55000 وحده نقلت الناس دي عشان البيوت ما تطبقش على بيوت عليهم فاللي احنا بنقوله يا فندم انا ما اقدرش تطالبني كدوله او كنواب ان مشاكل بقى لها مئات السنين احلها في يوم انا بحاول بقدر المستطاع فندم انتوا معاكم اربع سنين كان معاكم خلصوا الاربع سنين وداخلين على اربع سنين جايين نص مليون وحده سكنيه طيب هنعرف ايه اللي تم لما نص مليون وحده سكنيه اتعملت هنستسمح معاك 55000 وحده للعشوائيات اتعملت ما احنا عايزين نجهز الحاجات 177000 منطقه خطره ما بين كابلات وصرف الصحي تم عمل الصرف الصحي يا فندم انا المدينه اللي انا فيها مدينه ابو النمرس صرف الصحي بايظ ما فيهاش ميه الطرق مش متسفله حاجات كتيره جدا المستشفى اللي فيها حتى ما هياش شغاله وموضوع المستشفيات ده بقى موضوع حدث ولا حرج لا المستشفيات طيب دي بتعاني منها الدوله هنستسمح معاليك ونروح بقى لمعالي المستشار في سؤال مهم عشان ده سؤال هيهم الناس ما هي تعديلات التصالح في مخالفات البناء بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم نعم.
ما تحدث به النائب المحترم. نعم. وتكلم عن جهود الدولة في مقاومة والتصدي لظاهرة العشوائيات. نعم. والتصدي لظاهرة البناء المخالف. القانون بيواكب هذا التطور. تمام. فكان بدأ القانون 119 بسنة 2008. تمام. وده قانون البناء الموحد وتناول جميع الأعمال الإدارية والفنية المطلوبة من التراخيص للبناء لجميع المتطلبات أعمال. تمام. البناء. ومع الزمن ظهرت بعض الملاحظات زي ما تفضل معالي النائب ان فعلا ادى فرصة بكلمة ان التعلية بتكون مرة ونص، ادت فرصة للتفاوت ما بين. نعم. الفيلات والأماكن القديمة. نعم. وسماسرة. نعم. السوق بدأوا يشتغلوا على هذا الكلام، بدأوا يشتروا وغياب المحليات المحليات بدأوا فعلا يلعبوا على او يشتروا من غياب المحلات. مش غيابهم، هم مش غايبين، لكن عاوزين نقول ان هم بيقبضوا. ما هو انت عشان تسيبني ازيل من غير قرار ازاله وابني، يبقى في حد منتفع بذلك. اتفضل معلش. لما بتتحدث عن هذا الموضوع هو موضوع طويل، لان بيبداوا يتحركوا حتى في بعض اصحاب الاملاك اللي هي ذات الادوار المنخفضه، بيقوم بعمل يعني نوع من التخريب المتعمد. تمام. بهدف انه يحول هذا العقار الى عقار قابل للهدم. تمام. ودي برضو ما هو ده دور الرقابه النهارده. عشان معلش، هو انت مش في عندك مجالس الفيلا اللي بيقول لك دي حضرتك قصر، والدوله ما بتقولش الناس خدوا فلوس مكانها او حاجه، فييجوا يكسروا الفيلا زي ما حضرتك بتقول كده ويبنوا مكان. صح. المفروض ان الفيلات ذات الطابع الاثري القديم، ودي كانت عمل بيها حصر من فترة طويلة، دي اللي عدى عليها 100 سنة، اللي تعتبر ذات طابع حضاري، لا يجوز لا هدمها. تمام. ولا التعديل فيها إلا بموافقة هيئة الآثار، باعتبار أن هذه الفيلات أو هذه الثروة العقارية بتمثل وجهة تاريخية للماضي. نعم. والحاضر. يبقى هنا دور يعني دور كده يا سيادة النائب. أنا بقى حاج معترض بقى في دي في إيه؟ القانون ده وطلبت في تعديله. حضرتك ما ينفعش إن أنا أجي أقول القصر ده او البيت فيلا دي قصر، تمام، واسيبها كده. تمام. انا الناس دي بتبقى ورثه من جيل لجيل. نعم. والراجل مش لاقي ياكل. نعم. ومش لاقي واحده. تمام. المفروض ده تقول ده قصر، خده شغله وعوض الراجل ده بقطعه ارض. انا عاوز اقول انا ربنا انعم عليا يعني لقيت كنز تيجي تاخده مني؟ مش تاخده مني. يعني انا بقول يا حضرتك انت كدوله دلوقتي بتقول لي ده قصر على عيني وعلى راسي. ايوه. انا موافق، انا مالك. تمام. نعم. احنا دلوقتي دي وصلنا ل 100 سنه، احنا بنتكلم في الاحفاد. ايوه. الجيل مع جيل الناس معهاش فلوس. تمام. فتيجي تحطها لي كقصر وما تعوضنيش واسيبها كده، فاللي بيحصل زي ما الست اللي هو بيقول ايه، تيجي تكسر بالليل ولا نطول قصر ولا نطول حاجه وتتدغدغ. فانا كان اقتراحي ايه حضرتك؟ اتفضل. ان قبل ما اقول قصر، ان انا اقول يا جماعه انا عندي اراضي في المدن الجديده، اقيم الارض دي مثلا سي 1000 متر، تمنها في الحته دي 10 مليون. تمام. اديله بما قيمته في المدن الجديده ارض، تمام، مساحه اضعاف بنفس القيمه. يعني انت معليك عايزين نتكلم الكلام اللي على ارض الواقع. تمام. ان الحكومه لو واحد عنده بيت، عشان يا جماعه لو اي حد عنده بيت ما يخربوش، وفي اثر، ويعني البيت ده يتكلف حوالي مليون او اتنين او ثلاثه، او الحكومه هتديله بنفس القيمه؟ لا، تديله ارض. ما انا عارف ارض بنفس القيمه. هتعوضه بنفس القيمه؟ ده اقتراحي بقى. ده اقتراحك. لكن ما عليك، هل ده بيطبق على ارض الواقع؟ لا. يبقى لا يطالب. انا بطالب بيه بقى. لو مقترح. فاهم لحظه، مقترح وبطالب. يبقى مقترح مبدئيا. ما هو ايه اللي بيخليه بيخالف؟ ما عليك، ايه اللي بيخليه بيخالف؟ لا، ده مش علاقه بيه. ان هو الحاجه دي لقاها عنده كنز، انت عاوز تاخده منه ما تديلوش حاجه. ايوه. ما هو لازم أن يخالف. ده قانون تنسيق الحكومه. ولازم يحارب من اجله. ما هو ده من ضمن. لكن لو انا عوضته. بص يا فندم، دي من ضمن. يبقى انا استفدت والدوله استفادت. وده من ضمن العيوب اللي في قانون البناء 119 2008. اتفضل معانا يا راجل. احنا بنكمل بعضينا على فكره. لا بقول ايه؟ بنكمل ايه على احنا في مركب واحده وبنكمل بعضينا. القانون ده فعلا خد الفتره الزمنيه بتاعته، وفعلا لافى بعض الملاحظات اللي كانت موجوده في وقتها، الا ان فعلا السماسره والمستغلين استغلوا الثغرات اللي موجوده فيه، وبداوا يتلاعبوا في موضوع الارتفاعات وهدم العقارات القديمه واستخراج اهلها باي صوره من الصور اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها. جه القانون، صدر قانون رقم 17 لسنه 2019. تمام. وده القانون ده كان بيعمل نوع من التصالح، خلاص اصبح المخالفات موجوده. تمام. لان ده امر واقع زي ما حضرتك تكلمت. طب الوقت معاليك المده اللي كانوا عاملينها للتصالح وانتهت، والناس عاوزه، هو اول حاجه الناس يعني ايه يعني لم تتقاعس،
ولكن الظروف الماديه معهوش جاي في زمن هو اصلا مش شغال، يعني كان من فتره قصيره الفنادق والمطاعم والحال كله واقف. طبعا احنا من مصر كلنا فلامسين ذلك، ده مش في مصر بس، في جميع الدول. فاجي النهارده اجي في التوقيت ده بالذات واقول له انت تتصالح، لازم أن تدفع فلوس وتدفع غرامات، هل ده كان معاده؟ يعني انا النهارده بحاسب ناس من 12 سنه، يعني النهارده بطبق قانون التصالح من ايه؟ من 2008. ايوه. هو لما جه فعلا تاخد الصوره جويه لما قبل صدور هذا القانون، واعتبر ان كل ما كل في كل 2017 كل ما هو كان مبني قبل 2017 يبقى يمكن التصالح فيه، وصدر القانون عشان نقدر نستفيد باللي حصل الثروه العقاريه الموجوده. الثروه العقاريه بقى طب عليك برضه. طب ليه القانون ما يشملش الجميع اللي بنى؟ لا يعني انا عاوز اقول الناس اللي انت سبتها دي تبني لغايه 2019، ما هي باينه دوله قالت حضرتك باسم بعد الحكومة. 2017 ما حدش يبني ويخالف، لان بعد كده مفيش تصالح عليه، ده خط وتشدد، اتعمل تصوير جوي على هذا الكلام. تمام. يبقى معاليك بقى عاوز اعمل ايه؟ طالما انا هحاسبه وهذله يبقى لازم احاسب المسؤول اللي تسبب في ذلك قبل منه. معاك، بس هتحاسبه ازاي؟ بالقانون. ما هو بالقانون. حضرتك البيت ده اتبنى في سنه كذا، وكان ساعتها رئيس المجلس المحلي كان فلان، المحافظ كان فلان، تمام، مدير الاداره الزراعيه كان فلان، رئيس الجمعيه الزراعيه كان فلان، يبقى الكل يتحاسب. يا فندم في حاجه اسمها للاسف الشديد ده حيل على القانون. طيب يعني هتسمح معايا؟ حكم بتيجي تخل اللي راجل بيجي خلف بيعمل، بيجيب حاجه اسمها كحول، هتلاقي قضيه مكتوبه على واحد هو من صاحب العقار اساسا، هو ده روح دور عليه، دي المشكله. هي دي مشكله. طيب استسمحكم، معانا مكالمه. الاستاذه صفاء اتفضلي. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك صفاء صلاح من محافظه مطروح. اهلا وسهلا. اهلا 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 بحضرتك. احنا حضرتك دلوقتي عاملين مبادره وطنيه لعوده التمريض المفصول. تمام، احنا معانا سياده النائب اهو، اتفضلي. دلوقتي يا فندم احنا عاملين تمريض مبادره المفصول. الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه الحلقه اللي فاتت، وعلى فكره انت بس هتقولي الاول مشكلتك وهقول لك ايه اللي تم مع يعني مع سياده الوزيره. اتفضلي عشان حتى سياده النائب برضك يبقى في عنده علم بذلك. اتفضلي. ماشي يا فندم. احنا دلوقتي انا عندي ثلاث نقاط. اول حاجه انا عايزه ارجع شغلي انا وزمايلي، احنا اكتر من 3000 منفصله ومنقطعه عن العمل. تمريض واحنا في امس الحاجه اليهم. لا يعني شوف ايه يعني 6000 6000 أيوة مفصولين عن العمل واحنا النهارده أيوة. في امس الحاجه. اتفضلي كملي. احنا نفسنا نرجع ولصالح الوطن ولصالح العام، احنا نفسنا نرجع نشتغل مع زمايلنا تاني، وعايزين فرصه تانيه للرجوع للعمل يعني. تمام. لشغلنا تاني. احنا حدثنا البيانات وقدمنا التظلمات ومفيش اي حاجه جديده حصلت لحد دلوقتي. تمام. ايه المشكله التانيه اللي عندكم؟ المشكله التانيه موضوع المعاشات. المعاشات دلوقتي اندمجت لثلاث شهور، ما اعرفش ليه يعني. في ناس فاتحه بيوت. سامع يا ست النائب، المعاشات بتاعتهم اندمجت ثلاث اشهر والناس مش عارفه تاكل، لا يستنى ثلاث اشهر عشان يقبض معاشه. تمام، اتفضلي كملي. المشكله الثالثه اللي هو مريض كورونا، ازاي اصلا ان انا اعوض مريض زي من التمريض 2000 جنيه فقط لا غير؟ هو يعني تمام. كم الرقم؟ المبلغ كام؟ 2000 جنيه يا فندم. طب سمع الست النائب، المبلغ للي بتصاب من التمريض 2000 جنيه، والعلاج على حسابكم انتوا ولا حساب الدوله؟ لا اكيد على حسابنا، ما فيش كمان يعني اصلا. طب اقول لكم على حاجه، البقاء لله. الست النائب سامع معانا. طيب على فكره وصلت كده، وصلت. انا تواصلت مع معالي الوزيره، وكان معايا الدكتور احمد محيي مساعد الوزيره للطب العلاجي، ووعدني قال لي معالي الوزيره خلاص امرت وصرحت بعودتهم ان شاء الله الى العمل. يعني دي فرحه ان شاء الله كده عشان تبلغي بيها زمايلك. ده على لسان دكتور احمد محيي مساعد الوزيره للطب العلاجي. يا فندم نشكر حضرتك جزيل الشكر ان انت بتقدم صوتنا وتوصل رسالتنا. ده هنا واجبنا، احنا هنا ده واجبنا ان احنا نوصل صوتكم وندافع عنكم ونحل مشاكلكم. اسمعنا، عايزين حد يسمعنا وسرعه القرار. احنا في ناس فعلا في امس الحاجه اللي رجعها للشغل، في ناس بجد في امس الحاجه اللي رجعها للشغل. ان شاء الله ان شاء الله هترجعوا الشغل قريب. وكمان معانا يا ست النائب كمان، يعني احنا تواصلت مع الوزيره وهيتواصل برضك مع معالي الوزيره، واعتبر ان شاء الله كل حاجه
انتهت من النهارده ان شاء الله ورجعتوا الى العمل ان شاء الله. خير الحمد لله. شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامه. حضرتك اديني تفاصيل الموضوع بس، وانا تمام. ممكن اقدم طلب احاطه للوزير. تمام بس. تمام، يعني كمان ده معالي النائب كمان هيقدم لا. طلب احاطه على الموضوع ده لو ما تمش خلال 3 ايام يعني هيبقى فيه طلب احاطه كمان. بشرط ان الناس دي يكون ليها حق، ده الاساس. هو يا فندم معاليك، انا خليني حتى اخطات او اذنبت يا فندم، العفو عند المقدره. ماشي، بس يعني انا اذنبت اخطات، انفصل العمل نهائي ولا انفصل مثلا شهر اتنين حسب سنه؟ حسب خطا ايه؟ هل خطا جسيم؟ لا، هو غاب، تغيب عن العمل. هو اي واحد النهارده موظف بيغيب ليه؟ اولا لسببين، لامه الراتب مش مكفي، لسوء المعامله. اتفضل معالي. نستنى حضرتك في الجزئيه دي كده. التصوير فعلا زي ما حضرتك قلت تم في 22/6/2017، وكانت الدوله ادت مهله قالت ان لا يجوز للتصالح في اي اعمال تتم بعد هذا التوقيت. وبالتالي الدوله حبت تتلافى الاخطاء اللي نتجت نتيجه القانون 119 واصدرت القانون رقم 17 لسنه 2019. ودت فرصه مهله 3 شهور للناس للتصالح وتقديم واعطاء التصالح في مخالفات البناء. القانون ده للاسف لم يتم التسويق ليه تسويق كامل. ودي المشكله. كان في اخطاء تصعيب على المواطنين. أيوة. وفي نفس الوقت لم يتم التسويق له تسويق كامل. صح. بدليل لا. ان بعد ما صدر القانون ما حدش تقدم. صح. فبالتالي اصبح القانون بقى حبر على ورق. صح. والمواطن مخالف وما زالت المخالفه موجوده. برضو الدوله لم تتوانى في هذا الامر وفي واصدرت القانون رقم 1/2020. نعم. وده كان يمكن مبادره من سياده الرئيس، وحصل فيه بعض التعديلات فيما تم في الاخطاء اللي ظهرت في القانون 17/2019. تمام. الحاجات دي ظهرت في الاجزاء يعني كلها تتعلق بالمباني القريبه. النهارده ايوه معاليك ومعالي النائب، انت النهارده وقفت ترخيص البناء. كلام جميل قوي، او كلام سليم، برنامجنا كلام سليم. طب الناس النهارده اللي تعبت وطلعت رخصه تمنعها تبني ليه؟ النهارده اكتر من 70% متضررين من هذا القرار. انت النهارده عندك لما بين صاحب شركه لصاحب عقارات مقاول عمال الناس تاكل منين؟ ده معذره بنقول حضرتك حوالي 300 حركه البناء بيعقبها حوالي 300 عمل. من اول المحجر فالرمل فالعربات النقل اللي بتنقل فالمقاول اللي بيشتغل فالسباك فالنقاش، جميع العماله كلها النهارده تضررت بهذا الوقف الكامل. هو لو كان الوقف تم وتحت سيطره وتعهد اتخاذ كافه الاجراءات. لا انا عاوز اقول ايه؟ انا في الفتره دي عاوز اقف البمالي. بس لمين بقى؟ للمخالف بس. ما طلعش تراخيص؟ ما طلعش تراخيص ماشي، لكن انا تعبت وطلعت ترخيص اعمل ايه؟ بص يا قرار وقف البناء لمده 6 اشهر ده قرار زي ما قلت لحضرتك ليه ايجابيات وليه سلبيات. ايه ايجابياته يا فندم؟ واحد، حضرتك لما تيجي الدوله تصرف، بس عاوزين ايجابياته على ارض الواقع. ماشي ماشي. حضرتك دلوقتي لما تيجي الدوله تصرف مليارات وتوسع لك الطرق، وبعد ما توسع الطرق تلاقي الناس ساكنه لك في الشوارع عشان ما فيش جراجات، لعدم التزام الناس بالتراخيص ما بتعملش جراج. الدولة تعمل ايه؟ تمام؟ الدولة تعمل من البداية من قبل ما يعمل وقبل ما تطلع له الترخيص يا فندم بيحصل بتأمره بذلك؟ مش في متابعة يا فندم؟ لا بس بيحصل الإدارة الهندسية يا فندم دي لازمتها ايه؟ اللي بيحصل هو انت بتطلع لي ترخيص وخلاص؟ ولا بتتابعني في المباني؟ أرد عليك؟ اتفضل. الناس بتخالف ازاي؟ استاذ عارف انا دلوقتي عملت ده جراج حلو؟ تمام. هفضل عامله جراج، اول ما تخش تيجي تعاين واعمل مطابقة ويخش لي الكهرباء والميه والغاز من البناء من عملية البناء ويخش لي كل حاجة او قلبه محلات، ده اللي بيحصل. يبقى هنا برضك يا فندم في المسؤول برضك، يا فندم هو المسؤول، في يا فندم الرقابة، يبقى هنا يا فندم عندنا ضعف في الرقابة. لازم يكون في نوعين، في وعي عند المواطنين وفي رقابة جامدة. لكن انت ما تقنعنيش حضرتك ان واحد هيروح والناس شايفاه مخالف اكيد بيعملوا محضر ولا يروح في داهية. لكن المخالفة بتحصل ازاي؟ ان الناس بتيجي تقوم مطابقة طبقا للرخصة، تيجي تعاين في الحي يبصم لك يوم مغير. الناس دي تتعامل معاها ازاي؟ نسيبها كده لغايه ما تبوظ البلد؟ ولا حضرتك لازم تاخد موقف حاسم مع الناس اللي بتكسب ملايين على حساب الشعب؟ يبقى يا فندم عاوزين ناخد زي ما انت قلت الايجابيه موقف حاسم مع الطرفين. الطرفين بقى حضرتك، الطرفين ايه بقى؟ ان التاني الاجهزه بتاعت الدوله مش ملحقه على كم المخالفات، فانت عملت الوقفه دي عشان تراجع الناس دي كلها. اي واحد ملتزم هيشتغل. تمام؟ يعني ايه السلبيه بقى حضرتك؟ اتفضل.
السلبيه قصدك السلبيات لا هي سلبيه واحده لا سلبيات اولا حاجه في حاجتين اتفضل انت كده عاقبت الراجل الملتزم تمام بمعنى بمعنى ايه حضرتك لا يؤخذ الطير بذنب صاحبه افرض انا عندي حضرتك بذنب والديه ده انا انا معاك في 90% مخالفين تمام وهيعملوا اللي انا بقوله لك في 10% لكن في 10 ملتزمين دول اتأذوا ما خدهمش بذنب دول ادي دي سلبيه تمام السلبيه الثانيه ان انا الناس اللي حطت استثمارات يعني انا دلوقتي حضرتك جيت استثمار عقاري بملايين وعارف ان انا هبني وبعت وما تمام. تيجي توقف لي ده هيخسرني تمام تمام السلبيه الثالثه طبعا كده دخلنا في السلبيه الثالثه اه السلبيه الثالثه الراجل الفقير اللي شغال ده لا هي يعني بس دي سلبيه بس مش مؤثره قوي دي لانه موقفش مؤثره بص يا فندم موقفش على مستوى الجمهوريه يعني عايز اوضح القرار حضرتك على محافظه القريه الكبرى واسكندريه وعواصم المحافظات طيب هي مصر الكوره شغاله الاقاليم شغاله يا فندم كله شغال يا فندم النهارده احنا مش عاوزين نتلاعب بالقوانين النهارده لما اقول القاهره واسكندريه والمدن الكبرى يا فندم جميع مدن جمهوريه مصر العربيه مدن كبرى يبقى انت النهارده بالقرار بتاعك ده بتشمل كل المدن انا عندي بس مدينه ابو النمرس دي تعدادها 380 الف نسمه مش داخل يعني بتعادل محافظه البحر الاحمر يا فندم تخيل مدينه ابو النمرس ما حدش واقف في البناء فيها ازاي ده انا النهارده عندنا مشكله في الشارع التجاري كله معمول له محاضر وكله هيتزال لا هو مخالف هو ده يا فندم يعني انت يا فندم سبتني استنى عليا بقى اقول لك على حاجه المجلس المحلي والزراعه ثابتني ان انا اردم ترعه واغطيها على حسابي الشخصي وابني وادفع فلوس وتيجي بعد ده كله تزلني هل ينفع يا فندم دي واحده حضرتك انا السؤال اللي بساله محدد في حد من الناس دي معاه رخصه او قرار تصالح اه في أي ناس حاجة معها رخصه اتحدى ان يزله لو معاه رخصه من الدوله اتعدى النزول وهات لي الكلام ده لا يمكن دي ناس حضرتك جت خلفت طب يا جماعه عشان سياده النائب أيوة. احنا بس يعني قلنا ايه يعني انا حضرتك دخلونا المكالمات احنا بقى هنسمع الناس هديك يا فندم يا فندم انا مش عايز كلام انا بتكلم بمستندات انا حضرتك مش عايز كلام مطلق طب انا ممكن بكره اقول لحضرتك طب ابعتهم لمعاليك كده عشان تجهز لهم حوالي ايه ابعت لي على صندوق كرسي كده عشان ممكن الصبح يبقى عندك 1000 واحد بص يا فندم ابعت لي حضرتك جميع الشكاوي دي باسم النائب معتز محمد محمود على الصندوق في مجلس النواب وبقول لحضرتك يا جماعه سامعين موقفه قانوني ايوه ومعاه رخصه او تصالح معاه رخصه او تصالح لا يمكن حد يجي جنبه تمام كده تمام تمام لكن حضرتك ما تطلبنيش كنائب شعب ان انا ادافع عن واحد مخالف تمام وتقولي ده حقه احنا مش بنقول ندافع بس بقول يعني الرحمه فوق العدل لا يا فندم يعني يا فندم ازله طب سيادتك معاليك هل هو من العدل البرج بتاع سوهاج الاتزال المكلف 35 مليون طب الراجل اللي بناه ب 35 مليون ده معاه كم مليون عشان يبني البرج ده ممكن يكون بره شركه استثماريه ماشي وهم بره مجموعه شركه مع بعضيهم ما خدش الفلوس دي خد ارض مرخصه وبنى فيها ايه اللي زنقه يروح في حته مخالفه طب ما كانش في حل وسط يا فندم يا فندم الحل احنا ما نزلش الحل الوسط بص الحل الوسط اللي انا اعرفه حضرتك حاجتين انا عايز احط في القانون الجديد كنت عايز احط ايه ان اللي يخالف بعد كده تصادر بحكم قضائي ليه بقى حضرتك تمام. انت بتخالف عشان تكسب تمام انا كدوله ببعت لك انذار بتجيب لي اسمه ايه ده كحول اجي اكسر لك تاني يوم بتبني اعمل معاك ايه انت لو صادرت لواحد يعني بس يا فندم انت سبتني ابني برج كامل كلفني 35 يا فندم انا بزيل تاني النهارده زيل يا فندم زدت لك النهارده تمام بكره بني اتعامل معاك ايه انا كدوله بقى فاضي الف على كل بص عشان كل يوم ازيل هل انا عندي امكانيات اه ده دور الرقابه يا فندم ما في كل مكان فندم في مجالس محليه يعني حضرتك مدينه وقريه حضرتك هل انت في في مديريات زراعه وفي جمعيات زراعيه يا فندم لا موجوده بص المفروض مفيش دوله تمشي بدون قانون والكل يمشي في هذا الايقاع انا لا مقتنع يبقى لازما يا فندم القانون بيطبق على الجميع ايوه القانون بيطبق على الجميع انا بتشتكي اهو بس معالج يطبق القانون في المقابل يا فندم في ناس تانية القانون تلاشاها اديني مثل وانت تعلم ذلك يا فندم اديني مثل انا مش عايز كلام مطلق يا محمود بيه احنا على الهوا ولازم اما اتكلم بتهم جهه لازم يكون معايا مستند انا دوري ايه حضرتك اي واحد مخالف ومعوش رخصه وما تمتش الازاله بتاعته زيه زي بقيه الناس قول لي وانا ابلغ عليه وتنزل طيب اي واحد حضرتك طب انا هقول لك على حاجه اي واحد معاه مستند انه اتصالح او دفع فلوس مصالحه او معاه رخصه
اتحدى ان حد يزله حاجه. طب اقول لك حاجه بقى، لكن انا ما تطلبش. انت بتقول لي انت بتقول لي مين اللي عنده ازاله وما ازالتلوش؟ أيوه. انا الواقعه دي وفي مدينه ابو النمرس. أيوه. وانا اللي يمكن ساعدت في الازاله دي اكتر من مره، وجاله اكتر من قرار ازاله ولم ينفذ الى الان، وهو مبني لوحديه في ارض زراعيه الى الان، ومعالي المحافظ جاء مدينه ابو النمرس وشافه بنفسه. تمام. الى الان حتى حاجة بيانات العقار ده. تمام. ونقدم شكوى للمحافظ وطلب احاطه. ليه المبنى يعني ده ما اتشالش؟ بس ده دوري انا. قالوا خمس سنين يعني من 2015 انا بقول لحضرتك ثلاث قرارات ازاله. بص يا فندم، انا بقول اتغير عليه اربع رؤساء مجالس محليه. اي حد في مدينه ابو النمرس مش عامل تصالح ولا معاه مستندات ولا مقنن وضعه القانوني، لا يزال. طيب نستسمح معاليكم، هنطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل ان شاء الله، انتظرونا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين، السيدات والسادة، رجعنا لكم تاني مع ملف كبير وعميق، مشاكل الاسكان والتنمية المحلية. برحب بضيوفي الكرام، اهلا وسهلا، شرفتوني ونورتوني. اهلا وسهلا. نستكمل الموضوع بتاعنا، الموضوع اللي احنا بدأنا به الحلقة. عاوزين نشوف الشعب النهاردة في احتقان بينه وبين النائب، من المتسبب في ذلك؟ أولا حضرتك لازم يبقى فيه وعي، إيه هو دور النائب؟ ده السؤال الأول. تمام. هل دور النائب حضرتك؟ ما هو يا فندم ما عليك. طيب النائب قبل الانتخابات بيعمل البحر طحينة وبيغيره كمان يخليه عسل. انا هعمل وهعمل وهعمل وفي النهايه ما بيلاقيش حاجه. اتفضل معاليك. دول يا فندم اسمهم نواب الدوره الواحده. يعني ايه حضرتك؟ في نواب كده بتيجي ايه دوره وتتكل على الله. ليه؟ لان بيقول الكلام اللي انت بتقوله. لكن النواب اللي زيي اللي من 79 تمام بعائلات تمام، لا دي ليها جذور في البلد وليها خدمات شامله سواء في انتخابات ما فيهاش انتخابات، دي مالهاش علاقه. لازم حاجة نفسر دور النائب. دور النائب هو المفروض خدمي. تمام. يدي ما ياخدش. تمام. يدي ما ياخدش. تمام. ما يكونش طبعا داخل نيابة عشان ياخد أرض دولة ولا عشان يعملوا مخبز ولا الكلام ده ولا يستغل نفوذه. دي نمرة واحد، دي أساس أساسيات. تمام. لأي واحد عايز يرشح نفسه. تمام. اتنين، إنه يراقب الحكومة. تمام. طبقا للإمكانيات المتاحة. تمام. ما تجيش تقول لي مثلا والله أنا في دايرتي. اديك مثال. تمام. تمام. ما كانش عندنا صرف صحي في المركز كله. تمام. 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 ولا كباري وطرق ولا حاجه دي الفتره الاربع او خمس سنين. تمام. تمام. المشروع كان متاخر بقاله 20 سنه. تمام. 20 سنه. المشروع ابتدى يشتغل جزئي دلوقتي في خلال الاربع سنين. تم عمل اربع قرى شغالين فيهم صرف صحي. تمام. تمام. كمية طرق وكباري اتعملت بين شرق وغرب النيل، ده بقى لنا 20 سنة بنقول عليه ده بيتعمل بكذا مليار، كل بيربط شرق وغرب البلد. تمام. بس الكلام ده طب يا فندم النهارده معلش محترمني استنى طالما جينا بقى الكباري ثواني يا فندم. طيب كمل بس كلامي، اصل في حاجة مهمة قوي بالنسبة لموضوع الكباري اللي طلعت النهارده. في بيوت اتزلت يا فندم، يبقى ما كانش ليه يبقى في تخطيط من البداية صح؟ يعني النهارده لما اجي ازيل منازل جامدة في البطرشين وزيل التراب اللي في الامام المفروض يا فندم ما كانش فيها فندم دراسه يا فندم. يعني اقول لك على حاجه، اقول لك على التعويض اللي اتعمل ده بالنسبه للتراب بصفتي انا واحد من الناس ودي التراب بتاعتنا. لو واحد عنده حوش 300 متر بياخد 40 متر بالله عليك، هو ده تعويض؟ وفين دور النواب من كده؟ انا ما جاتش شكوى بكده. فين دور ما جاتلكش شكوى؟ انت حضرتك تعالى ده الدنيا كلها. لا حضرتك تعالى قول لي بس النقطه. بس بص يا دكتور نعلي، مش عايزين شخصا، واحنا بنتكلم بصفه عامه. تمام. ايوه كده بصفه عامه. ده دي مش شخصا، احنا بنتكلم على موضوع الكباري عشان انت جبت. انا هنا يا فندم دوري ان انا ادافع عن الشعب وليس ادافع عن الدوله. ماشي. في اخطاء. اما تيجي تقولي مثلا مستشفى بتعوص عندي، مفيش امكانيات، مفيش حاجه خالص، لدرجه ان انا عملت مستشفى عزل. لا المستشفيات دي حدث ولا حرج. بس انا ايه بقى دوري كمواطن ايه؟ لما لقيت في مشكله رحت ساهمت وعملت مستشفى عزل على حسابي. تمام. الدولة مفيش الإمكانيات المادية والمالية إنك تغطي المشاكل بتاعتك في كل حاجة. يعني حاجة أنا عندي مشاكل في الصحة،
عندي مشاكل في التعليم، انا ابقى راجل والتمويل والتم... انا ابقى راجل بص يا التنميه المحليه مشاكل يا فندم موجوده، طب نعالجها ازاي؟ يا فندم حضرتك اما تيجي تطلب مني انا كنائب او كدوله طيب ان انا عايز احللك مشاكلك كلها في اربع سنين ده طلب غير عادل ومش هيحصل. طب يا فندم عاوز اقول على حاجه، في قرارات يا فندم اللي جت للعفو، يعني قرارات زي فتح المساجد وقرارات فتح المطاعم. النهارده انا النهارده عندي كم كبير جدا اللي هم كل المحافظات اللي على خط الساحل ودوم اكل عيشهم المصايف. تمام. ليه يا فندم القرار ما يشملهمش؟ قرار فتح المصايف وبرضك بضوابط وبشروط، وانا طالبت بذلك وما زلت اطالب معالي رئيس الوزراء بهذا القرار، لابد ان يشمل المصايف فتح المصايف هذا القرار. طيب يا فندم لابد ان يشمل ذلك يا فندم. دي وجهه نظر سيادتك. طيب تمام. الدوله تيجي تفتح دلوقتي تقول لك ايه، اصل الحكومه ما بتحبش الشعب والنواب ما بيحبش الشعب، بيفتحوا عشان يخلصوا مننا، نيجي نقفل يقول لك بيخربوا بيتنا. طب اقول انتوا عايزين ايه؟ انا اهو على الهوا بقول لكم يا جماعه انتوا عايزين ايه؟ طيب نفتح تقولوا انتوا عايزين تخلصوا مننا. سؤال اخير هنفضل. طيب حضرتك تستكت. سؤال اخير عشان نختم حلقتنا. سؤال سريع عشان نختم حلقتنا. الناس بقى اللي عندها المخالفات دي تتصالح ازاي بس في عجاله دقيقه واحده معانا؟ دقيقه واحده. التصالح بيتم من خلال تقديم طلبات. تمام. بتشمل صورة الرقم القومي ومستندات. نعلي صوتنا شوية يا فندم عشان خاطر إيه يسمع المواطن. مستندات دالة على صفة مقدم الطلب سواء ملكيته أو سواء كان بوكالة. تمام. المستندات الدالة على إن المخالفة تمت قبل صدور قانون المصالحة. وبعدين في نسختين من الرسوم المعمارية للمبنى بتكون تمام. من مكتب هندسي معتمد. تمام. ويقدم إيصال رسم سداد لفحص الطلب حسب ده بيقيم. تمام. حسب المنطقة وحسب المساحة بتاعته وليها جدول يعني موضح في كل حي وفي كل مركز موجود هذا الكلام وبيتم في أربع. أنا بشكر معاليك وبشكر معالي النائب، شرفتوني ونورتوني وعاوز أختم بحديث سيدنا النبي، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا أو ملك الدنيا بحذافيرها. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.